السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة توضح الفرق بين أعراض كورونا ونزلة البرد والحساسية الموسمية. خليكم معانا في الموضوع المهم ده. تساؤلات عديدة تم طرحها من قبل المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية بشأن معرفة الفرق بين أعراض كورونا ونزلة البرد والحساسية الموسمية، خاصة مع اقتراب شهر أكتوبر وتزايد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية وكذلك فيروس كورونا. وحسمت وزارة الصحة والسكان الجدل الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت وزارة الصحة والسكان الممثلة في قطاع الطب الوقائي منشورا لمعرفة الفرق بين أعراض كورونا ونزلة البرد والحساسية الموسمية. معرفة الفرق بين أعراض كورونا ونزلة البرد والحساسية الموسمية. وقال قطاع الطب الوقائي: الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا ونزلات البرد مرضان معديان، يعني الاثنين المرضين معديين، الإنفلونزا والكورونا ونزلات البرد. الإنفلونزا والكورونا مرضان معديان يستهدفان الجهاز التنفسي، اللي هي الإنفلونزا تسببها مجموعة من الفيروسات تسمى فيروسات الإنفلونزا، ولكن فيروس كورونا يسببه فيروس كورونا المستجد المعروف كوفيد، مشيرا إلى أوجه التشابه تتمثل في الأعراض والتي يصعب معها التفريق، ولكن هناك اختلافات وتتمثل في الحرارة أو القشعريرة. في الإنفلونزا موجودة ارتفاع ملحوظ في الحرارة مع قشعريرة خفيفة، ولكن مع فيروس كورونا يكون الارتفاع حاد والقشعريرة شديد. يعني الإنفلونزا اللي هي الكورونا بتبقى أشد، يعني شكل الإنفلونزا العادية بس شديدة، تبقى أشد في كل الأعراض. هنقول بقى هوت السعال موجود في الإنفلونزا وفيروس كورونا، السعال موجود في الاثنين. الآلام الجسم والصداع موجود بسيط في الإنفلونزا، آلام الجسم اللي هو التكسير اللي احنا بنقول عليه في الإنفلونزا، ومستمر وحاد في فيروس كورونا، وجامد جدا في الإنفلونزا في الكورونا، وما بينزل يعني ما بيبقى يعني في الجسم في الإنفلونزا العادية بيبقى بسيط، في الثاني بيبقى مستمر وحاد. الإرهاق العام موجود في الإنفلونزا، ولكن فيروس كورونا يكون حاد وشديد. فقدان حاستي الشم والتذوق غير موجود في الإنفلونزا، ولكنه موجود في فيروس كورونا ويكون مفاجئا في أغلب الأحيان. رشح وانسداد الأنف غير شائع في الإنفلونزا، وكذلك غير شائع في فيروس كورونا. التهاب الحلق غير شائع في الإنفلونزا وغير شائع في فيروس كورونا، قد يكون موجودا أحيانا. ضيق التنفس والنهجان غير شائع في الإنفلونزا، ولكنه شائع في فيروس كورونا. النهجان وضيق التنفس. ظهور الأعراض بين الإنفلونزا وفيروس كورونا. فيما يتعلق بشدة الأعراض، أشار قطاع الطب الوقائي إلى أنه فيروس كورونا تستهدف الجميع، خاصة من لم يتلقى اللقاح أو لم يتسبق لهم الإصابة، ولكنها في الأشخاص أصحاب الحالات الصحية المتقدمة قد تتسبب في مضاعفات خطيرة، وقد تهدد حياة الشخص بشكل مباشر، بخلاف الإنفلونزا التي تستهدف الجميع خاصة الصغار البالغين وأيضا كبار السن، وتكون في صورتها الأكثر حدة في أصحاب الأمراض المزمنة. وعن ظهور أعراض في الإنفلونزا، تظهر الأعراض سريعا بعد العدوى وفي غضون من 2 إلى 4 أيام، وهي فترة احتضنت الفيروس. أما في فيروس كورونا فقد يتأخر ظهور الأعراض نظرا لطول فترة احتضنة الفيروس التي قد تمتد من 2 إلى 14 يوم. يعني أنت ممكن يجيلك كورونا وتقعد من يومين إلى 14 يوم ما تظهرش عليك الأعراض. في الإنفلونزا من 2 إلى 4 أيام. على العموم شفاكم الله وعافاكم جميعا ومن كل شر يا رب، وابعد عننا الفيروس الملعين اللي احنا قاعدين اتحبسنا في البيوت بسببه ده. وشكرا لكم، لو ما اشتركتش في القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.